فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. على مستوى الدوري الأفضل والأكبر في العالم، محاولة، أوهو، القائد توب جان جوندوغان يسجل أول أهداف اللقاء ويكسر الصمود عند الدقيقة 18. جوندوغان يسجل ويتقدم لمصلحة أصحاب الدار، والظهور الأول. دي بروين، دي بروين، دي بروين، أوهو، يسجل ويضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثالث الأهداف، وبأقدام فول فودن. فيل فودن، هذه المحاولة وصلت إلى من؟ رياض، يتقدم رياض. شوف التمريرة، يا سلام يا سلام يا سلام، الانطلاقة بعد ذلك. لا زالت مستمرة وقائمة. كانسيلو داخل منطقة الجزاء، يلعب، أوهو، عن طريق الخطأ، لكن قبل ذلك عمل كبير جدا بالنسبة لجواو كانسيلو الذي سدد، وكرة اصطدمت في المدافع وتحولت إلى خارج داخل مرمى الحارس مارك تريفرز. هذه كرة كانسيلو، أو أن برناردو سيلفا، هذه المحاولة ملعوبة إلى الأسفل، هذه كرة خطيرة الآن للغاية، الله، أوه 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 يا يا ديخية، جوشوا دي سيلفا يسجل لمصلحة برينفورد، لكن ديخية ما هناك صار. كان جاني يونايتد، لكن مسألة الخروج بالكرة، أيوه هذه الكرة الآن تلعب عالي خطيرة راسية، تحولت الآن، وثالث الأهداف. يا ليتني ما قلت، يا ليتني ما قلت المعلومة، هنا ثالث الأهداف بني، يسجل ثالث أهداف برينفورد ويعيد النتيجة الأخيرة عندما انتصر اليونايتد بثلاثية نظيفة في ملعب الأولد ترافورد. في هذا يحدث لليونايتد رابع الأهداف. نعم 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 نعم، رابع الأهداف، ليلة القبض على اليونايتد، ليلة القبض على اليونايتد في لندن، في لندن. نعم، إنها أكبر فضائح التاريخ لن تقف عن praktycznie w pojedynkę tą swoją bramką Milan Marco Giampaolo, a teraz strzel. Spokojnie, drobi kroki Theo Hernandez.
prostu wielki spokój i zaufanie do swoich umiejętności. Państwo słyszą, że mamy 1-1. Pierwsza erupcja radości na tym stadionie. 2 gole w ciągu 11 minut. Trochę kontrowersji, trochę emocji. System VAR. Wymarzony początek tego sezonu, jeżeli chodzi o prawej strony Davide Calabria. To ośrodkowanie, gol! Ante Rebic! Tak zaczyna ten sezon i jest 2-1 po kwadransie. Ante Rebic się nie zmienia, to jest człowiek od zadań trudnych, od sytuacji trudnych. Kwadrans w 15 minut. Milan wraca na prowadzenie. Ma już połowę dorobku bramkowego z zeszłego sezonu. Roberto Pereira, dośrodkowanie, szansa, gol! Udinese jak zaczęło, tak kończy. 2-2. Adam Massina, ależ powrót do włoskiej Serie A. A mówiliśmy na początku spotkania, Milan musi uważać na boki, na skrzydła, na wahadła Udinese, bo oni te dośrodkowania będą tutaj uskuteczniać cały mecz. 90 minut, jedna centra z kornera. Ich patent rozpoczął Theo Hernandez. Dośrodkowanie, jeszcze niebezpieczny gol! Gol Brahim Diaz! Początku i końca tego meczu nie można przegapić. Tu się dzieje najwięcej. I co tutaj się wydarzyło? Co za błąd defensywy Udinese? Co oni zrobili przed własną bramką? Brahim Diaz pakuje piłkę do siatki z najbliższej odległości. 30 sekunda drugiej części. Brahim Diaz skoczył przed niego. Szansa, Rebić, gol! Brahim Diaz dziś jest wielki. Wielki też jest Ante Rebić. 2 gole to tyle, ile w całym zeszłym sezonie. I to są bohaterowie początku sezonu Milanu w tak trudnym spotkaniu. Tak skomplikowanym momentami i pechowym dla Milanu. Restylem, Inks, Dani, Dani Radek, Lissana, Bani Kastu Mila, Edawa Dani, Dani full box, La Yerham, Dani Inks, Estylem Miltef, Sadek Bikuwa, Sa'bala Pickford, Faharraket Mudrajet Elvena Park, Bihadab Dani Inks. 1-0 يتقدم ستيفن جيرارد على فرانك لامبارد. هجمة سريعة لفريق استون فيلا. استون فيلا على اثر هجوم ويندي مانر وكنز والهدف الثاني. استون فيلا حسم عليه بلمسة الارجنتيني. ويندي يسجل ثاني هدف فريقه. خلاص انتهت المباراة. استون فيلا سيحقق اول 3 نقاط هذا الموسم. ويندي الأرجنتيني الورقة الرابعة لستيفن جيرارد في أول مواجهة لستيفن جيرارد أمام فرانك لامبارد. فيلا حسمها كرة خطيرة محاولة التسجيل والهدف لفريق إيفرتون. إيفرتون سجل. إيفرتون يقلص الفارق. هدف عكسي. ونانا هذا لوكا أليكس اللاعب السابق لإيفرتون بالخطأ يسجل في مرمى فريقه. 2-1 متقدم لدينا هنا اشرف لمبابي. بعد ذلك كافى عناصر باريس سان جيرمان على الرغم هنا بالخطا الكره والمحاوله خطيره لمصلحه امبابي. الله 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 الله. لاحظ هنا نيمار يتقدم الان الساحر البرازيلي الملك البرازيلي. الله امبابي في هذه اللحظات الى اشرف حكيمي يتقدم بكره ملعوبه. يا الله فنيين عرضية المرسلة وهبي تسديد. الله 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 جول. يحكى أن زوج دخل محل مجوهرات ومعه زوجته وخلفه أمه تحمل ولده الصغير، وأخذت الزوجة تشتري من الذهب الكثير، فقال للبائع كم حسابك؟ فرد البائع 20,100 ريال. فنظر الرجل إلى الميزان والثمن فوجده 20 فقط، فسأل البائع ومن أين جاءت 100؟ قال البائع اشترت أمك خاتم ب100 ريال. فأخذ ابنها الخاتم ورماه للبائع وقال لها العجائز أمثالك ليس لهن ذهب. فبكت الأم عند سماعها هذا الكلام وذهبت إلى السيارة، فقالت له زوجته
ماذا فعلت؟ لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا. كأن أمه خادمة عندهم. وبعد أن عاتبه بائع الذهب، ذهب الزوج للسيارة وقال لأمه: خذي الخاتم إن أردت. فقالت أمه: لا والله لا أريد الخاتم، ولكني أريد أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس، ولكنك قتلت سعادتي، سامحك الله. وبعد مرور 6 أشهر من هذا الموقف، كان الابن يكثر من أخذ أقراص تؤثر سلبا على صحته، فتدخلت الأم بدافع الخوف على صحته.